السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة الرياضيات للمستوى الثالث إعدادي، الفرض الثاني مع ثلاث نماذج. على بركة الله. الفرض الكتابي رقم 2، النموذج الأول. التمرين الأول يقول: نعتبر في معلم متعامد ممنظم النقط التالية. لدينا 4 نقاط. نقطة A للإحداثيات ديالها 7 و5، ونقطة B إحداثيات ديالها الأفصول سوا الأرتوب ناقص 2. أما النقطة C فالإحداثيات ديالها وهما ناقص 2 في الأفصول وناقص 4 في الأرتوب. نقطة H وهي 3 و1. إذا السؤال الأول يقول: مثل النقاط A و B و C و H. سؤال ثاني: بين أن كل من الممثلتين ABH و BCH قائم زاوية في النقطة H. السؤال الثالث: بين أن النقاط A و C و H نقاط مستقيمية. إذن هذو هما معطيات التمرين الأول. نمر إلى التمرين الثاني. في معلم متعامد ممنظم، نعتبر النقاط ذات الإحداثيات A 1-3 و B 2-5 و C ناقص 1-4. السؤال الأول: أحسب المسافات AB و AC و BC. إذا السؤال الثاني يقول: بين أن ABC مثلث قائم زاوية ومتساوي الساقين. التمرين الثالث: F دالة خطية حيث F لـ 4 تساوي 3، F لـ 4 تساوي 3. سؤال الأول: بين أن F لـ X تساوي 3 على 4 X. سؤال ثاني: أحسب F لجذر 2. ثالثا: أحسب F لإثنان A ناقص 1. رابعا: حل المعادلة F لX يساوي 5X ناقص 3. السؤال الخامس: أنشئ المستقيم D الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة F في معلم متعامد ممنظم. إذا بقى لنا التمرين الأخير وهو تمرين رقم 4. G دالة تألفية تحقق أن G لـ3 تساوي 2 و G لـ4 تساوي 5. السؤال الأول يقول: بين أن G لX تساوي 3X ناقص 7. يعني فين ما كاينه عندنا هاد X نعوضوها بهذا الرقم 3، بحيث أن ملي تنحسبو تنصيبو 2، وهنا كذلك فين ما كاينه X نعوضوها ب 4. بصح ملي غادي نحسبو غادي نلقاو هاد G لـ4 تساوي لينا 5. إذا نمر لـ2. أحسب G لـ1 ناقص جذر 3. باش غادي نحسبو جي لي 1 ناقص جذر 3، فتنمشيو لجي لي اكس وتنعوضو هاد اكس ب1 ناقص جذر 3، كذلك تساوي 3. تنفتحو قوس وتنعوضو اكس ب1 ناقص جذر 3 ناقص 7. هكذا غادي نحاولو اننا نحسبو جي لي 1 ناقص جذر 3. سؤال ثالث: حل المعادله جي لي اكس يساوي اكس ناقص 1 على 2. السؤال الرابع: ليكون دلتا التمثيل المبياني للدالة G في معلم متعامد ممنظم. ألف: بين أن النقطة A ذات الإحداثيات 2 ناقص 1 تنتمي إلى المستقيم دلتا. ب: أنشئ المستقيم دلتا. الفرض الكتابي رقم 2، نموذج ثاني. نأخذ التمرين الأول. نعتبر في معلم متعامد ممنظم النقاط التالية. لدينا نقاط A و B و C ذات الإحداثيات التالية. بالنسبة للنقطة A إحداثيتها وهي 4 ناقص 2، B إحداثيتها ناقص 7 ناقص 4، C ناقص 6 و 3. فبالنسبة لـ 4 وهو الأفصول ناقص 2 أرتوب، ناقص 7 الأفصول، ناقص 4 الأرتوب، وناقص 6 الأفصول و 3 الأرتوب. سؤال أول يقول: أحسب المسافات التالية AB و AC و BC. السؤال ب: ما هي طبيعة المثلث ABC؟ ثانيا: حدد إحداثيات اي منتصف القطعة BC. سؤال ب: حدد إحداثيات النقطة E مماثلة النقطة A بالنسبة لE. السؤال الأخير في التمرين الأول: بين أن الرباعي ABEC معين. إذا كان هذا هو التمرين الأول في النموذج الثاني. نمر إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: في معلم متعامد ممنظم، نعتبر النقاط A ذات الإحداثيات 1-1 و B 2-4 و C 5-2. السؤال الأول: حدد إحداثيات D بحيث يكون ABCD متوازي الأضلاع. ثانيا: حدد إحداثيات E علما أن C منتصف DE. ثالثا: بين أن
AE يساوي AB زائد AC. رابعا، ما هي طبيعة الرباعي ACEB؟ نمر للتمرين الثالث. F دالة معرفة كما يلي: لدينا F لX يساوي ناقص 2 عامل لX ناقص 5 زائد 5 عامل X ناقص 2. السؤال الأول: بين أن F دالة خطية. السؤال الثاني: أنشئ تمثيل مبياني للدالة F في معلم متعامد ممنظم. التمرين الرابع: H دالة ألفية معرفة بما يلي: H لX يساوي 2X ناقص 3. السؤال الأول: حدد H لناقص 1، وكذلك المطلوب تحديد H لجذر 3 على 2. السؤال الثاني: أوجد قيمة X علما أن H لX يساوي X أس 2 ناقص 2. السؤال الثالث: ليكن D التمثيل المبياني للدالة H في معلم متعامد ممنظم. ألف: أنشئ المستقيم D. ب: بين أن النقط E 3 3 يعني ذات الإحداثيات 3 3 تنتمي إلى المستقيم D. الفرض الكتابي الثالث نموذج الأول. لدينا التمرين الأول يقول: في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي، نعتبر النقاط نقطة A ذات الأفصول 2 وذات الأرسول 3، B ذات الإحداثيات 1 5 و C ذات الإحداثيات 3 1. السؤال الأول يقول: بين أن معادلة المستقيم AB هي Y تساوي ناقص 2 X زائد 3. سؤال ثاني: بين أن النقاط A و B و C نقاط مستقيمية. ثالثا: حدد معادلة المستقيم دلتا المار من J ذات الإحداثيات 0 1 ويوازي المستقيم AB. رابعا: أنشئ المستقيم دلتا. نمر إلى تمرين ثاني. السؤال الأول: حل النظمة التالية. لدينا النظمة الأولى أو المعادلة الأولى X زائد 2 Y يساوي 115، ثانية 3 X زائد Y تساوي 170. السؤال الثاني: اشترى أحمد قميصا وسروالين بما قدره 115 درهم، بينما اشترى علي 3 قمصان وسروال واحد بثمن 170 درهم. ما هو ثمن القميص وما هو ثمن السروال؟ التمرين الثالث. لدينا جدول تالي يمثل عدد المبيعات اليومية لمنتوج معين خلال 30 يوما. لدينا المبيعات 3 4 7 8 و 10، الأيام 4 أيام 5 أيام 9 أيام 10 أيام ويومان. السؤال الأول: حدد منوال هذه المتسلسلة. ثانيا: احسب معدل المبيعات. ثالثا: كون جدول الحصيصات المتراكمة. رابعا: حدد قيمة الوسطية لهذه المتسلسلة. نمر إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع: SABCD هرم منتظم قاعدته المربع ABCD الذي مركزه O. إذن عندنا هذا هو الهرم للقاعدة ديالو SABCD. S A B C و D هذه هي القاعدة نتاعو. عندنا المركز ديالو وهو O. نضع AB يساوي 3 جذر 2 و CD و CC و SC و SB و SA كلهم هذه المسافات عندهم قيمة واحدة اللي هي 5. سؤال الأول: بين أن الارتفاع SO، الارتفاع اللي هو هذا HSO تساوي لنا 4. لازم نطلب أننا نحسب هذا الارتفاع هذا باش يعطينا القيمة ديال 4. نمر إلى 2: لتكن A'B' وC' وD' منتصفات القطاع SA وSB وSC وSD على التوالي، احسب حجم المجسم A B C D A prime B prime C prime و D prime. هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.